شاعر اسمه عباس بالديرة من هنا. إيه في الحدود الشمالية. شاعر رائع عدب من أوائل الشعراء اللي يكتبون السهل الممتنع. وكان يحب واحدة اسمها العنود، والعنود دي دائما تقعد حول باب بيتهم. العنود؟ إيه تطلع العنود ما بتقعد. إيه تعوم. دواجة. دواجة العنود تقف عند باب البيت. ما بحنا بعد نحس في شرفها، لكن نحس في إنها لها يمكن لها شغيلات ولا يمكن لها طال ممنها تطلع عند باب. وهو يقول لا تجي بيت العنود ولا تمره، يقول عباس لا تجي بيت العنود ولا تمره، الحذر اللي على عمرك الداري. الله. اي اللي تخاف على روحك لا تمر من بيت العنود، انك تتعلق وتتحبها وتدخل في مشكله. وينصح يقول لا اللي يبي السلام لا يمر بيت العنود من زينة. جمال. اي لا تجي بيت العنود ولا تمره، الحذر اللي على عمرك الداري، فر قلبي يوم شاف الزين فرف فر طير شايف انجول الحباري. الله الله الله. الحباري لا طار انجول، وانت جول يعني مجموعه، وانت معك الطير تبي تهد عليه، ليش فشلت برقع الطير عنه نهضته وثر هذا جول الحباري مجموعه الراحات فر الطير فرت ما اسرع منها. اي ولا استم مارتن فرت شفت. وهو يقول عاد ان قلبك يبي فر فرت هالطير شفت العنود، فر قلبي يوم شفت الزين فر فر طير شايف ان جول الحباري، قلت عطني من ثمانك بس مره، قال ما يكسى العراث او بالعواري. الله. انا هنا بشرح ما يكسي العراث. قلت عطني من ثمانك بس مرة. من ثمانك. ثمانك طبعا الشعراء كانوا يوصفون الفم دائما يسمونه بالثمان، الريق بشكل عام. أو الفم، لأن الواحد إذا ابتسم تطلع ثمان من أسنانه، فهم دائما يشيرون للفم بالثمان، يا راعي الثمان يا أبو ثمان شاد اللون لعاجة بن عون، فدائما يشار فيها للفم. يقول قلت عطني من ثمانك بس مرة، ذوقه واحدة بس، حد يبغى قبله يعني. قلت عطني قلت عطني من ثمانك بس مره، قال ما يكسى العراء ثوب العواري. وش العواري؟ العواري الثياب المستاجره الماخوذه بالاعاره. يقولون الاولين دائما يبغون ينصحون الواحد انه يعتمد على روحه، وذا قالوا لا تلبس ثياب العواري، يعني خل كل ما عليك من ملكك ومن اجتهادك اللي يتدين ويتسلف ويسترونها الناس مثل ذاك. الحكمة القديمة بيت الشعر اللي يقول إن كان مالك من ذراعك نجدة شرب على يدين الرجال هماج. الله هماج يعني الله. الماء لشربوك إياها الناس من يدينهم. لو إنه أحلى ماء تراه هماج مر لأنه من يدينهم. فهي قال ما يكسى العراث أو بالعواري. إيش قصتها هنا؟ تقول ما في حب بدون زواج، تبي حب بعد الدم في سمال برايته. صداقة ما في. ما لا لا ما تبي صداقة، ما تبي فريند. قال ما يكسى العراث أو بالعواري، العنود سهيل والبيضة المجرف، فرقهم فرق الفتيل من السواري. السلام. شوف شلون نزحها حتى وهو كان لفيها نية. الفتيل يقول الفتيل معروف. السؤال هنا البنادق الفتيل معروف الفتيل مبطية وقديمة وبارود بارود انت يلا تولع النار لين تحطه. والسواري البنادق امهات خمس والمات حط الرصاصة فيها وثوب نيامس وغيرها. اي مثل النيامس وغيرها. فهو يقول لك تفرق وصاد. فهو يقول فرقها سهيل العنود سهيل. العنود سهيل والبيضة المجرة البيضة البنات. البنات هي النجمة الوحيدة، الباقيات مجرة. سهيل بارز بين النجوم. سهيل بارز بين النجوم. العنود سهيل والبيضة المجرة. شوف عاد رجع ثقافته، فرقها فرق الفتيل من السواري. الله. ما هم بحول بعض اقصد الحين. فرق. شاعر عباس شاعر عظيم.